السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الكرام، رواد منصة رواق، أعضاء مادة ومقرر وبرنامج الثقة بالنفس طريق للتميز، أجدد سعادتي ووجودي معكم في هذه الجلسة الجميلة الهادئة التي تحمل إطار فكري لنفكر سويا وأعرض ما طرحتموه من استجابات. وبداخل هذه الحديقة الغناء أحبائي الكرام، أعاود معكم الاطلاع على ما كتبتموه في دور الأسرة في دعم الثقة بالنفس. أذهب إلى سارة المطيري. سارة تقول: حصل لي موقف عندما حصلت على شهادة الجامعة مع مرتبة الشرف. أردت أن أبلغ والدي بأني حصلت على مرتبة الشرف، ولكن من خلال إخوتي. كانت ردة فعله باردة جدا، بعكس ما توقعت. ربما يا سارة كان يريدك أنت أن تبلغيه، ربما لحظة استقباله للخبر لم يكن في حالة مزاجية كويس. علينا أن نلتمس العذر للأباء. رسالتي إلى الأباء أحبائي الكرام، لابد وأن نحترم قدرات الأبناء وأن نسعى إلى تفعيلها، ونحاول جاهدين أن نفرح معهم. افرحوا لفرحهم واسعدوا لسعادتهم، هذا أمر مهم للغاية، علينا أن نهتم به. أيضا أحبائي الكرام، الكثير منكم يأتي على تلخيص ما قلته، أن الأسرة لها دور كبير، فهي اللبنة الأولى والأساس لزرع الثقة منذ الصغر، وأن الكلمات الإيجابية دائما وثناء من حولي على ما أقدم دائما يجعلني أضيف. هذا ما نريده، ده المجتمع اللي أنا فيه الآن أو اللي موجود فيه في تلك الفترة بيشتغل على ده، وبقول يا جماعة انقلوا ده لمجتمعاتنا في عالمنا العربي من أقصى إلى أقصى. أيضا يقول الآباء، الأبناء غرس الآباء، أحمد محمد علي، أحمد محمد جلال. صحيح، الأباء الأبناء غرس الآباء، والابن جزء من أبيه كما يقال في المثل. حد بيقول هنا: من الكلمات اللي ما كنتش أحب أسمعها وكنت أتمنى من والدي أن يقول لي أي جملة غيرها عندما يقول لي والعياذ بالله. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلنا نعوذ بالله عز وجل من كل شيء، من شر حاسد إذا حسد. كلنا يعوذ بالله عز وجل من شياطين الإنس والجن، ولكن أعوذ بالله من أبنائي، يعني مسألة صعبة على النفس عندما يسمعها الأبناء من والديهم. للوالدين دور كبير جدا في زرع الثقة من خلال تنمية مهاراتهم وأثناء والثناء عليهم وعدم توبخهم أمام الآخرين. هذه مسألة مهمة أحباء الكرام، الأسرة دورها كبير في دعم الثقة بالنفس لدى الأبناء. لا أريد أن أكرر ما قلناه حتى يكون للحلقة أو للمداخلة إضافة. هنا هند بتقول: الأسرة دورها كبير، بابا ربنا يبارك لنا في عمره دايما كان بيدينا الثقة إن إحنا ننجز مهما كانت الأمور صعبة، كان بيعلمنا وكنا بفضل الله ربنا بنعمل، وكنا في سن صغير نعرف نعتمد على أنفسنا جدا، بنات وأولاد، إحنا 7 أخوات. ربنا يبارك فيكم يا رب، بارك الله فيكم. فعلا زرع الثقة، هذا ثناء على جهد الأب وسلوكه وتصرفه الإيجابي مع أبنائه. بيان: للأسف غالب الأسر العربية هي السبب في ضعف شخصية الأبناء، وفي بعض الأحيان يخالي الأب والأم أنهم يريدون مصلحة الأبناء. إذا ما خدش علامة كاملة في الامتحانات يتم توبيخه واستخدام أفظع الألفاظ معه، وقد تصل أحيانا للضرب. طبعا دي ظاهرة سيئة منتشرة، وإذا ما جابش الدرجة اللي هو عايزها عشان يروح الكلية اللي أبوه عايزها أصبح في أزمة وفي مشكلة. هذا أمر يعني للأسف نرفضه ولا نريد أحبائي الكرام. إذن اتفقنا من خلال هذا الطرح الجميل اللي هكتفي به
إن الأسرة مهمة وأنها هي الغرس الأول وهي اللبنة الأولى وهي المنبت الذي ينبت من خلال هذا الزرع الجميل الذي ترونه. على فكرة دي شجر التفاح اللي ورايا ومثمر وفي الشارع، يعني مش ملك حد، في الشارع والله. والحديقة دي صحيح خاصة بالبيت أو بالمكان، إنما الشارع ورايا، والشجرة دي في الحديقة الكبرى اللي هي موجودة فيه. دول أرادت أن ينبت أبنائها دائما بتربية إيجابية، ولكي تحقق ذلك زرعت في شوارعها ما يأكله الأبناء ليربي أجسادهم تربية حقيقية. ما زرعتش أشجار زينة، ها، وما زرعتش أشجار ملهاش لازمة، وما زرعوش أشجار في الشوارع ليس لها قيمة نباتية أو قيمة حتى للحيوان أو قيمة لكذا. ولكن للأسف إحنا ناس يعني ذهبنا إلى المظاهر ونسينا الجوهر، نسينا الأساس والبنيان، نسينا أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، نسينا أن المظلة أن نطعم من جوع ونتعلم كيف نزرع بأنفسنا، ونعلن أن للزراعة قيمة كبرى في المجتمعات التي تحترم الزراعة، ليخرج الأبناء قادرين على ذلك، ثم بعد ذلك نؤمنهم نفسيا وعاطفيا وماديا، المجتمع يطلع بينتج على طول وبيضيف. أيها الأحبة الكرام، إذا كنا تحدثنا عن الأسرة الصغيرة فلدينا أسرة كبيرة وهي المجتمع، وأسرة أكبر وهي الأمة، الأمة التي تتخاصم وتتنافر فيما بينها، الأمة التي تمنع أبنائها من التزاور ومن اللقاء ومن التفاعل، أمة عجزت على أن تكون بين الأمم قيمة، بل أصبحت كما يقال مسخرة، وأمة ضحكت من جهلها الأمم. لا نريد ذلك أحبائي، نريد أمة تبتسم من دافعياتها وحافزياتها وعطائها الأمم الأخرى. ألتقي بكم على خير في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.